في فئة من العالم كده بتعشق حاجه اسمها براند ابل، حرفيا اي حاجه من ابل ممكن تنزل هم هيشتروها. الايربودز لازم يجيبوها، الماك بوك برو لازم يجيبه، الايفون الجديد اللي بينزل كل سنه لازم يجيبه، مع ان الحاجات دي ممكن تكلفهم سعر كبير جدا. اغلى ايفون دلوقتي بيعدي $1000، فانت متخيلين السعر قد ايه. بس هم ليه بيحبوا ده؟ ليه بيحبوا المنتج ده مع انه غالي جدا 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 وفي حاجات تانية احسن منه وبسعر اقل وفيها كمان تقنيات اعلى منه والكلام ده؟ فليه الناس فان بوي لأبل؟ هو ده اللي احنا نتكلم فيه النهاردة. يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مره تشوفني انا كده ماشي فبقدم مختلف استنى متفشل سبيكر اخبط كده اخبط لك لفه. وعندي قناه جيمنج تانية برده بنزل برده فيها برده العاب حلوه جدا، هتلاقيها تحت في الديسكربشن. اعمل لها سبسكرايب، اعمل لها لايك برده لكل الفيديوهات. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. قبل اي حاجه بس كده كل سنه وانتم طيبين. زائد انا بطلع كتير جدا في الفيديوهات بالتيشيرت دي، فما حدش يقول ان عليا انا ما عارفه، بس انا بحب التيشيرت دي جدا طبعا عشان بتبان البنج. وطبعا احنا قاعدين في البيت فطلعنا كلش فاديه. ندخل في الموضوع على طول يا جماعه، ندخل في الموضوع. ليه في مجموعه من الناس هي فان بوي لابل ومن ضمنهم انا؟ اللي قريب مني جدا عارف ان انا بحب محتوى التك، بحب محتوى الريفيو، عملت ريفيو الايربودز، عملت ريفيو لارخص سماعه في مصر، عملت ريفيو عن ترايبودات ورينج لايت، وعملت الريفيو الاخير اللي امبارح نزلته على قناه الجيمنج. اي حد عايز يفتح قناه جيمنج لازم يجيب الحاجات دي. عملت ريفيو حلوه جدا جدا جدا، ادخل اتفرج عليها هتلاقيه في الاي هنا. يعني هو ده مش موضوعنا، بس انا جاي النهارده عشان اقول لكم ليه الناس فان بوي لابل او بتحب براند ابل جدا مع انه غالي جدا. فدول 10 اسباب بيخلوا الناس فان بوي، وانا واحد منهم طبعا. انا فان بوي جدا لابل، وممكن يكون اللي هيشتري براند ابل ده اي حاجه من براند ابل يعني ممكن يكون ما عندهمش نفس الصفات العشرة، ممكن يكون كل واحد عنده صفه معينه من العشرة دول، بس كلهم مش هيخرج منهم العشرة دول. اول حاجه شعار التفاحه اللي هو مقطوب منها حته دي وفخامه التفاحه. في ناس بتجيب ابل بس عشان التفاحه بس تبقى ظاهره، ويجيب كفر التليفون يكون التفاحة باينة أهم حاجة، حتى لو الكفر ده غالي جدا ومش هيحمي الجهاز، بس أهم حاجة التفاحة تكون موجودة. وماشيين بمبدأ فخامة التفاحة تكفي، حتى لو هيجيبوا موبايل قديم جدا، حتى لو موبايل اس اي القديم خالص ده أو 6 اس أو 6 حتى، بس أهم حاجة فخامة التفاحة أبقى ماسك حاجة فيها تفاحة. تاني سبب الإمكانيات أو العتاد الداخلي للجهاز. خلينا متفقين إن لو أنت بصيت على المعالجات فهي أعلى معالجات هي أيفون، الـ A13 الـ A11 الـ A12، وكل سنة أيفون بتعلي على نفسها. فلو إحنا نتكلم على الامكانيات او العتاد الداخلي، لا مفيش حد اعلى من ايفون. انت ممكن تجيب مثلا ايفون 7 او ايفون 6 حتى وتلعب عليه ببجي او كول اوف ديوتي بسلاسه كبيره جدا، ومفيش تليفونات غاليه تلعب بالسلاسه دي او بالفريم ريت ده او بالكواليتي دي في تليفونات اندرويد. فخلينا متفقين على كده، الايفون امكانياته عاليه جدا والعتاد الداخلي عالي جدا فيه. تالت فئه بقى من ان هم بيجيبوا براند ابل علشان الكاميرات، ودي انا واحد منهم جدا. دي مترتبه على رقم 2 العتاد الداخلي. زي ما قلت لكم ان ابل بتعلي على نفسها في معالج الاي 13 والاي 12، وده بيترتب عليه ان معالجه الصور ومعالجه الفيديوهات بتبقى احلى كتير جدا جدا من الاندرويد. اللي مش فاهمني، المعالج ده بيبقى حاجه كده في التليفون، انت لما تيجي تصور الصوره، الصوره دي بتروح للمعالج، المعالج ده بيشوف ايه اللي بتتظبط فيها، ايه الالوان اللي المفروض فقع يقللها، او ايه الالوان مثلا في الظهر يفقعها، الابيض يبقى ابيض، الاسود يبقى اسود، وفي الاخر يديك الصوره اللي انت بتصورها دي. فمفيش تليفون بيديك اداء مرضي غير الايفون، وكلنا عارفين حاجه زي كده، كاميرات الايفون لا يعلى عليها. مفيش تليفونات بتديك نفس اداء الايفون، مفيش تليفونات بتديك نفس الشاربنينج والالوان والحده وكل حاجه بتاعت الايفون. ومش في الصور بس، في الفيديوهات برضو مفيش اي كاميرا دلوقتي تعلى على الايفون خالص، والدليل ان انا بصور كل فيديوهاتي بالايفون 7 اللي معايا. فكاميرات الايفون بصراحه لا يعلى عليها. رابع فئه بقى وهو السكيورتي او الامان بتاع الايفون، ودي ميزه وعيب في نفس الوقت. يعني انت ما ينفعش تاخد اي حاجه من حد من بلوتوز. لو انت عايز تنقل حاجه اصلا من البي سي للايفون او من الايفون للبي سي حوار كبير جدا، ولازم تنزل برامج وشير، ولو مش ما ينفعش شير تنزل حاجه ثانيه، فحاجه كتيره جدا. فخلينا متفقين ان انت لو هتشتري ايفون او لو انت حابب تشتري ايفون فانت هتبقى محكم، اللي هو ما تتعاملش مع اي حد غير الايفونات بس. بس الميزه بتاعته ان انت لو هتتعامل مع اي حد ايفونات برضو، ففي سلاسه كبيره جدا ما بين الايفون والكوميونتي بتاعهم كده، والماك والايربودز وكل ده، ففي سلاسه كده وكوميونتي كده ما بين تليفونات الايفون كلها او اي منتج ايفون مع بعضه، فهو امن في الحته دي. ففي ناس بتجيب الايفونات عشان الامان ده، وهم عارفين ان مفيش اي حاجه تخترق فيه
عشان برضو الباك اب برضو. يعني انت لو عايز تجيب تليفون تاني او تعمل مثلا ابجريد وعايز تجيب تليفون تاني ابل, فانت ممكن تنقل كل اللي على هنا هنا. وفي تقريبا حاجه كده برضو الايفون, بس الايفون سلس وامان اكتر. خامس فئه اللي بيجيبوا الايفون علشان التحديثات المستمره. خلينا متفقين ان انت لو هتجيب اي تليفون اندرويد شاومي سامسونج اي حاجه, ففي تاخر في التحديثات شويه عمال ما يجي لك النظام الاندرويد الجديد اللي بيبقى نازل من جوجل. لكن لو انت بصيت على الايفون هتلاقي ان في تحديثات مستمره جدا, انت عارف ميعاد التحديث الجديد اللي هيجي لك ايه هو وايه هو المميزات بتاعته. وغير كده كمان مطورين الابلكيشنات زي الفيسبوك واتساب انستجرام تويتر الحاجات دي, يعني اي ابلكيشنات المطورين بيهتموا جدا بالفئه اللي الناس معاها ايفون او بتهتم جدا بالاي او اس. بتلاقي حتى الفيس على الايفون غير الفيس على اي اندرويد او اي سامسونج او شاومي او اي حاجه, الواتساب هنا غير هنا, انستجرام هنا غير هنا, حتى كمان السلاسه او الحاجات دي. بتلاقي ان في فرق ملحوظ جدا ما بين الابلكيشنات او البرامج اللي في الايفون والابلكيشنات او البرامج اللي في الاندرويد. سادس حاجه وهي قيمته. قيمه الايفون ما بتنزلش خالص. يعني انت لو بصيت مثلا على شاومي سامسونج ريدمي اوبو بتلاقي ان هم كل 3 4 شهور بينزلوا تليفون. فالتليفون القديم اللي انت تبقى المفروض اصلا انت لسه جايبه من 3 شهور قيمته نزلت جدا لو انت بعته. لكن الايفون معروف بينزل كل شهر 9 تليفون او سلاسل تليفون, فده بيخلي ان الايفون له قيمه. يعني انت لو جيت بصيت مثلا كده لكام تليفون ايفون هتلاقي مثلا لو انت هتتكلم مثلا من بدايتك من 7 لحد دلوقتي هتلاقيهم مثلا 15 20 تليفون بس. لكن انت لو بصيت مثلا لاوبو هتلاقي مثلا لا في سلاسل كتيره جدا, في تليفونات كتيره جدا. فالايفون قيمته ثابته او قيمته ما بتقلش كتير قوي. يعني انت لو معاك اصلا ايفون 7 او ايفون اكس حتى وجيت بعته هتلاقي برده جايب لك مبلغ كبير جدا غير التليفونات الاندرويد. سابع حاجه ودي انا اتكلمت عليها للناس بتوع اليوتيوبر اللي هي بتجيب الايفونات عشان الفيديوهات بتاعته حلوه او التصوير الفيديو بتاعه حلو جدا, اتكلمت عليها في النقطه بتاعه التصوير بس انا كنت كاتبها في لاين لوحده في السكريبت, فننقل بقى الموضوع اللي بعديه على طول. تامن حاجه وهي السلاسه او التليفون ما بيهنكش. وحرفيا لو انت هتجيب تليفون مدعوم من قبل, يعني التحديثات بتاعته مستمره من قبل, من اول مثلا ايفون 7 او من اول مثلا ايفون 8, هتلاقي ان التليفون حرفيا ما بيقطعش معاك. التليفون حرفيا ما فيش فريمات بتقع, التليفون حرفيا ما بيهنكش اصلا. ودي مقوله معروفه جدا ما بين الناس اللي معاهم ايفون او مستخدمين لبراند ابل, ان التليفون بتاعنا ما بيعلقش, التليفون بتاعنا ما بيهنكش, التليفون بتاعنا ما بيقفش خالص, غير في حاجات يعني نادره الحدوث ان ممكن تحصل مثلا مرتين في السنه بس, وكمان لمده ثانيه ثانيتين وتلاقي التليفون رجع طبيعي تاني. ليه؟ علشان الاي او اس هو نظام مستقر جدا, ان ابل دي هي اللي عامله التليفون والسوفت وير, هي اللي عامله الهاردوير والسوفت وير. لكن التليفونات التانية الاندرويد سامسونج كام ده هتلاقي ان في شركات كتيره جدا مصنعه التليفون, في شركه عامله الهاردوير, في شركه عامله السوفت وير, وفي شركه بتجمعهم في الكلام ده. فالايفون هو اللي بيعمل الاثنين, السوفت وير والهاردوير. عشان كده بتلاقي التليفون مستقر جدا معاك ومفيش اي مشاكل لاج او تعليق او اي حاجه. تاسع سبب وهو الانسيابيه او السيمتريه زي ما انا بقول كده, مفيش تليفون معمول عشوائي. يعني في مثلا شركات مثلا تلاقي اوبو او اي حاجه من الشركات التانيه دي بيعملوا تليفون وتحس ان هم مستعجلين, في حاجه غلط في التليفون, الكاميرا مش محطوطه في مكانها الطبيعي, الكاميرا من ورا فيها بروز, بتلاقي دايما ان في مشكله في التليفون. لكن انت لو جيت بصيت على ابل هتلاقي من اول تقريبا تليفونات ايفون 7 وايفون 7 بلس في سيمتريه, في فخامه جدا وانت ماسك التليفون, مفيش غلطه. يعني انت لو جيت بصيت مثلا لايفون اكس او ايفون اكس ار بتحس ان هو التليفون متناسق كده مع بعضه, التليفون شيك, التليفون لا انت ماسك حاجه غاليه, انت ماسك حاجه مصروف عليها في الابحاث والكلام ده, فانت بتدفع فلوس الابحاث اللي هم كانوا بيبحثوها او العلماء اللي كانت بتعمل الحاجات دي. انت مش بتدفع فلوس تليفون, ممكن يكون التليفون اصلا اقل من السعر اللي انت بتجيبه ده كتير جدا جدا, انت بس بتدفع فلوس الابحاث اللي هم كانوا بيبحثوها. عاشر سبب بقى يخليك تشتري الايفون ان هو سعره عالي. في ناس هتقول لي ازاي المفروض ده سعره عالي, يعني ما تشتريهوش سعره عالي جدا. لا, في ناس مؤمنه بجمله انت لو جبت حاجه غاليه هتعيش معاها, فهو بيطبق نفس النظريه دي. لو انت جبت تليفون ايفون هتدفع فلوس كتير جدا, بس هيعود لك امكانيات, هيعود لك كاميرا, هيعود لك عداد داخلي, هيعود لك سلاسه, هيعود لك حتى لو انت بعته مثلا بعد سنه سنتين هيجيب لك برده مبلغ حلو. فانت بتدفع فلوسك في استثمار. عشان كده الناس بتحب براند ابل او بتحب الايفون عموما. ولو بصيت لحد مثلا معاه اندرويد مثلا وجه ينقل لايفون, في حب كده متصل كده ما بينه وما بين الماك بتاعه او ما بين مثلا الايربودز بتاعته او ما بين التليفون بتاعه, فتحس ان هو ايه, لا هو بقى خلاص فان بوي. وتقريبا ما فيش حد نقل من اندرويد للايفون وما حبش الايفون غير كله بس عشان اسباب معينه. لكن انا هو كواحد انا كنت بستعمل اندرويد وكنت بحب الاندرويد جدا, ولما جربت بس الايفون حسيت ان في علاقه كده بيني وبينه, لا انا عايز حتى بعد
بعد اعمل مثلا ابجريد او اغير مثلا التليفون اجيب برضو ايفون برضو بس فئه اعلى. والناس بتحب تشتري ايفون او تشتري اي منتج من ابل عشان 10 اسباب دول ما بيخرجش عنهم اي سبب خالص. يعني لو عجبك الفيديو ده وعجبك نوعيه الفيديوهات دي ممكن نعمل فيديو تاني 10 اسباب ليه الناس بتحب الاندرويد او ليه الناس متمسكه بالاندرويد ومش بتحب برضو الايفون. فلو عجبك الفيديو ده لايك وسبسكرايب وانزل تحت في التعليقات تقول اللي هو عجبك جدا ومحتاج تشوف الفيديو التاني بتاع الاندرويد. وفيديو كبير شويه بس انا عارف ان انتوا هتستمتعوا في الفيديو ده عشان انا كتبت كتير جدا في السكريبت وكنت مستمتع جدا وانا بصور الفيديوهات بتاعه التك دي. فما تنساش تعمل سبسكرايب للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجي لك اي ابديت في حياتي, وتدخل على قناه الجيمنج بتاعتي عشان تتفرج على الفيديوهات برضو اللي هناك برضو هتعجبك جدا. وكالعاده دوسا كوتش, كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.